كلام الناس هل له قيمة؟ هل له تأثير؟ هل هو دائما مرحب به؟ كلام الناس لا ينتهي، فهم يتحدثون بسبب أو بغير سبب، سواء عملنا لإرضائهم أو دون أن نعمل لهم حساب، فهم سيتحدثون عنك. ليس لينصفوك، ونادرا ما يمدحونك إلا إذا كانت لهم مصلحة. نعيش في مجتمع غريب، الناس تهتم بكلام الناس ولا يهتمون بمشاعر الناس. حقا مجتمع غريب، يخافون على البنت من الدنيا ولا يخافون على الولد من الآخرة. إذن فهو مجتمع يخاف من كلام الناس أكثر من خوفه من الخالق سبحانه. غالبا الناس تسمع لنصف الحديث، يفهمون ربعه، لكنهم يتكلمون أضعافه. حفظنا الله وإياكم من كلام الناس.